اللي بخ عليه بالكيف ما خدمتيش دارك الروسة ديال الخضرة كتجي كتهرسها له، وهنا بدا الغلاء المهول في مختلف المواد اللي عندها ارتباط بالفلاحة واللي ناتج بالأساس عن فشل المخطط الأخضر. وفهاد الصدد رفضت المهمة الاستطلاعية الاختلالات اللي كتعتاري توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية. سيد الوزير، الحمد لله بلادنا حباها الله بنعمة الفوسفات، لكن كنلقاو أثمنتها مرتفعة جدا وتتقل كاهلة الفلاحة الصغار والمتوسطين في الوقت اللي خاصها تباع بأثمنة جد منخفضة باش نشجعوهم على الإنتاج أكثر. وهنا الحكومة فين خاصها تدخل وتقنن الأثمنة ديال الزريعة ديال الأدوية الأسمدة العلف لانجري لتصل الأثمنة إلى 20% من القيمة اللي عليها دابا، هادشي إلا بغينا ننجحوا الجيل الأخضر وتمكين الفلاح المغربي من المواد المرتبطة بالفلاحة بأرخص الأثمان للوصول إلى الأثمنة التي توازي الدخل الفردي للمواطن المغربي.